حراك سياسي بدأت ترتسم ملامحه في حضرموت هذه الأيام، يقوده حلف حضرموت وتنخرط فيه السلطات المحلية ومكونات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية، يهدف للملمة شتات الحضارم والذهاب بهم صوب مؤتمر حضرمي جامع يخرجون من خلاله برؤية سياسية وحقوقية موحدة يجمعون عليها. أننا اليوم نحضر لإنعقاد المؤتمر الحضرمي الجامع الذي سيقف أمام الرؤى المقدمة من أجل مستقبل حضرموت التي نعدها بحق حصيلة استقصاء لمتطلبات واحتياجات حضرموت. ورغم أن دعوة كهذه في مجملها كفيلة بجذب كافة أطياف ومكونات المجتمع بحضرموت، إلا أن هنالك من لا يخفي مخاوفه من أن يتم تحوير فكرة هكذا مؤتمر لدعم تصورات مشاريع سياسية معينة تحملها بعض الأطراف. نحن مؤيدين لهذه الفكرة ونتمنى أن تنجح هذه الفكرة، ولكن الخوف القادم من أن يتسيس هذا المؤتمر يعني يتبع لأحزاب معينة. مخاوف لا يرى القائمون على فكرة المؤتمر أسبابا لوجودها. ما الهدف الرئيسي هو الحفاظ على حقنا من الشتات تحت أي تسوية كانت موجودة فيها، تجاه الدولة الشرعية، تجاه الست الأقاليم، تجاه الأقليمين، تجاه زي أي توافق عليه الشرعية مع دول التحالف. ومع أن هذه الدعوة التي يتبناها حلف حضرموت لا تزال في مراحلها الأولى من حيث الإعداد والتحضير والتواصل مع المكونات، إلا أن حجم التفاعل الشعبي معها يبدو حتى اللحظة مرتفعا كما يرى مراقب. قد لا تكون فكرة عقد مؤتمر كهذا جديدة على أبناء حضرموت الذين عقدوا مطلع القرن الماضي مؤتمرين سابقين في داخل البلاد وخارجها، لكن الجديد هذه المرة أن هذا المؤتمر وإن كتب له الإنعقاد فسيأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.